الثالث هذوك المشركين خسروا في ديك المعركه الاولى بدر، غير رجعوا في شوال سنه 3 هجريه باش ينتقموا من الرسول ومن الصحابه. جات 3000 واحد، 3000 من المشركين جاؤوا من مكه معاهم الجمال والعيودان ديالهم والسلاح، وجايبوا معاهم الطبوله والدربوكات وتيغنيو، وجايبين معاهم الخمر معولين باش يقضيو على المسلمين اللي كانوا قلال هنا في المدينه. جاو تلاقاو هنايا في هاد البلاصه هادي 3000 مشرك و1000 مسلم، تبعوا معايا مزيان، هنا تلاقاو هنايا في شهر شوال. المعركه بدات، الرسول دار واحد الخطه قال لبعض الصحابه غطلعوا لهيه تما الفوق، المعركه كاينه هنايا، الا ما تبقاو تما الفوق حنا راه مضاربين مع هادو، انتوما بحال غتحسوا علينا باش ما يدوروا يجيبوش الدوره من فوق الجبل ويبقاو يزفوا عندنا بالنبال والسهام والرماح، غتبقاو نتوما واقفين تمايا كتراقبوا لتحت. المعركه هنا فين كانت؟ هاد لتحت. هادوك المسلمين اللي كانوا فوق هاد الجبل بانوا لهم المسلمين صافي رابحين، المشركين بداو تاكلوا العصا، قالوا المعركه سالات، هما يهبطوا. ديك اللحظه فاش هبطوا خالد بن الوليد باقي ما دخلش الاسلام، جاب الطوره بالمشركين وجاو طلعوا لفوق هاد الجبل وبداو كيصيفطوا السهام والنبال على المسلمين. لاول مره الرسول غتهرس ليه السنه ديالو، ماشي الناب، الرباعيه، تهرسات ليه واحد السنه ديالو وتضرب في وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات اسد الله حمزه عم الرسول. مات واحد الصحابي سميته مصعب بن عمير، كان لاباس عليه قبل الاسلام، خلى كل شيء ودخل الدين ديال الاسلام، ما بقى عنده والو. مات انس بن النضر، واحد المراه هنا في هذه المعركه مات ليها رجلها، مات ليها ولدها، مات ليها اخوها، مات ليها باها، اربعه كلهم ماتوا. جايه من ذاك البلاصه فين كنا في المسجد النبوي، جايه كتجري، تلاقات مع الرجل الاول قال لي راه مات باك، تلاقات مع الثاني قال لي راه مات خوك، تلاقات مع الثالث قال لي مات ولدك، تلاقات مع الرابع قال لي مات رجلك. قالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لي باقي عايش. قالت لهم الحمد لله، غير فاش ما ماتش الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت واحد المره اخرى سميتها ام عماره، كانت واقفه كتحمي الرسول حتى يديها تقطعات، واحد المره يديها طارت ليها، كانت كتحمي الرسول. كان واحد الصحابي سميته طلحه بن عبيد الله، كان كيجي السهم باش يضرب الرسول كيتلقى ليه هو بوجهه. واحد العادات ديال التضحيه وقعت هنايا في جبل احد، اللي هو هذا الجبل هذا اللي كتشوفوا، اللي واحد المره صعد ليه الرسول مع عمر وعثمان والصحابه، بدا الجبل كيتحرك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرضي عليكم. واش بينا نستافدوا هنايا بان الاسلام راه كيوصل بالتضحيات، حنا نضحيو بالدعاء ديالنا، نقريو ولادنا. هذا زمان ديال الحرب، التكنولوجيا يصنعوا وينتجوا ويقراوا، نحاولوا نجتهدوا في الدعاء. راه الصحابه رضي الله عنهم يعني ضحوا باموالهم، ضحوا بانفسهم. واحد الخطا اللي داروا، واحد الخطا انهم نزلوا من هذا الجبل بدون قصد، فادبهم الله ومات منهم 70 من الصحابه ونحن نعصي الرسول يوميا. واحد الخطا اللي داروا، قال لهم الرسول ما تهبطوش، واخا تشوفوا الكلاب تياكلونا هنايا، واخا تشوفونا ميتين الكلاب تياكلونا، بقاو بلاصتكم. وما اجتهدوا، قالوا المعركه سالات، المسلمين ربحوا. ديك اللحظه فاش هبطوا المشركين عاود طلعوا فوق هذا الجبل وبداو كيصيفطوا السهام تاعهم والنبال، والرسول الصحابه فروا، الصحابه فروا هربوا وطلعوا مع هذا الجبل. هنا فوق كاين هنا واحد البلاصه الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ فيها، وبقاو مع واحد عدد الصحابه حتى تهدنت الامور وانفضت المعركه، ومات من مات من الصحابه. راهم مدفونين هنايا، ماشي هاد البلاصه فاش كانوا، غير حولوهم. كان جا هنا الواد، جا الواد ودوك القبور تنبشوا ولقاوهم كما هما، واحد عدد الصحابه بقاو كما هما، جابوهم جمعوهم وحطوهم في هاد البلاصه هادي. قال لك غنمشيو دابا غنهبطوا لتحت تمايا، غنسلموا عليهم وغادي نزورهم، وقبل ما نهبطوا ندير واحد الدعاء هنا جماعه ان شاء الله، ندعيو في هذا المقام هذا في هذا اليوم المبارك. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل زيارتنا، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل عمرتنا، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل صلاتنا، اسال الله تبارك وتعالى ان يردنا الى بلدنا غانمين سالمين. اطلبوا الله تبارك وتعالى ان يديم علينا زياره بيت الله الحرام، يا ربي دوم علينا هذه النعمه، اللهم جدد لنا الزيارات لهذا المكان المبارك. اسال الله تبارك وتعالى ان يسقي بلدنا المغرب،
اللهم اسقي بلدنا المغرب، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغث بلدنا، اللهم اغث بلدنا، اللهم اغث بلدنا. الاخوان اللي معنا هنا ينطلب الله تبارك وتعالى، اللي مريض الله يشفيه، اللي عنده شي مرض الله يشفيه، اللي عنده شي نيه ديال الخير الله يقضيها ليه، اللي عنده والديه ميتين الله يرحمهم ليه، اللي عنده وليداته الله يصلحهم ليه. اللهم اصلح اولادنا واستر اعراضنا واحفظ بناتنا يا ربي يا رحمن يا رحيم، ان تجعل هذه الزياره سببا لزياده الايمان، وان تجعل ما انفقه المعتمرون في ميزان حسناتهم. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ارحم شهداء احد، اللهم ارزقنا شفاعتهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اخواننا في فلسطين، في بلاد فلسطين، نسال الله تبارك وتعالى ان ينصرهم، نسال الله تبارك وتعالى ان يحرر المسجد الاقصى وان يرده الى المسلمين، نسال الله تبارك وتعالى ان يوحد بلاد المسلمين وان يؤلف بين القلوب وان يرزقنا واياكم طاعته في السر والعلانية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.